نقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. مرحبا بكم مستمعنا في حصة جديدة من مجلتكم الروح الخضراء. في مشروع الأسبوع غادي نتكلموا على تثمين المخلفات الزراعية وأيضا البلاستيكية وخيارات إعادة تدويرها. وفكرة خضراء غادي نتكلموا على انضمام جهات المغرب الأكبر شبكة الحكومات المحلية اللي قدروم تسريع عمل الجهات الفائدة المناخ. والختام دائما بنصيحة الأسبوع. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. كيف ما ذكرنا مستمعينا في مشروع الأسبوع، مشروع الأسبوع اللي غادي نتكلموا فيه على مسألة مهمة واللي تتعلق تثمين النفايات الزراعية، وغادي نتكلموا على مختلف يعني الجوانب والإشكالات البيئية اللي كتكون واللي حاضرة معنا واللي غتكلم معنا في هذا الموضوع. هذا هي أتاجر ليلى اللي هي إدارة جمعية التكنولوجيا الزراعية أغروتك سوس ماسا. سادة ليلى أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كنشكرك على الاستضافة. شكرا جزيلا. إذن في البداية بغيناك يعني تقدم لنا هذا البرنامج هذا لتثمين النفايات الزراعية وأيضا الخيارات إعادة التدوير المتاحة للمواد البلاستيكية في المنطقة. قبل ما نقدم لك البرنامج اسمح لي نعطيك واحد النقطة عن جمعية التكنولوجيا الزراعية أغروتك. فجمعية التكنولوجيا الزراعية سوس ماسا باختصار جمعية أغروتك هي تأسست بمبادرة من مجلس جهات سوس ماسا سنة 2006، وتخلقت هذه الجمعية من أجل توحيد الجهود وخلق التضافر بين مختلف الفاعلين الجهويين، سواء كان مؤسسات عمومية أو تنظيمات مهنية، تنظيمات بين مهنية، مؤسسات تكوين والبحث الزراعي والقطاع الخاص. تأسست هذه الجمعية لتنمية القطاع الفلاحي بالجهة. الجمعية تشتغل على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو اقتصاد الماء عن طريق التدبير المعقل لتقييم استعمال شبكات المحطات المناخية لأغروتك. المحور الثاني هو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنزيل استراتيجية الجهوية لهيكلة قطاع المخلفات الفلاحية والحد من التغيرات المناخية على البيئة. وبالنسبة للمحور الأخير هو تنمية تثمين المنتجات المحلية من خلال دعم ومواكبة المنتجين في إطار الاقتصاد الأخضر. وبالنسبة للسؤال ديالك حول تقديم برنامج تثمين المخلفات الفلاحية اللي كنسميه مخلفات ماشي هما نفايات، المخلفات الفلاحية وخيارات إعادة التدوير. فكما كنعرفوا بأن الفلاحة في المغرب هي كتحتل واحد المكانة جد مهمة بالنسبة للتنمية المستدامة والأمن الغذائي، فهي كتحقق لنا 13% في الاقتصاد الوطني، يعني عندها واحد التأثير جد مهم سواء ميدان الاجتماعي أو الاقتصادي. وبالرغم من هذا الدور الأساسي اللي كتلعبه الفلاحة، فهي كتنتج واحد الكمية جد مهمة من المخلفات، سواء منها العضوية أو الغير العضوية. المخلفات الفلاحية نقدروا نقسموها إلى جزئين، كاين المخلفات العضوية كالمخلفات الكتلة الحيوانية أو مخلفات المحاصيل النباتية، وكاين في الجهة الأخرى المخلفات الغير العضوية اللي نشتغلوا عليها، وهي مثلا المخلفات البلاستيكية، المخلفات سواء كان البلاستيك، الكرتون، الخشب، هذه كتسمى المخلفات الغير العضوية. وهذه المخلفات كلها سواء العضوية ولا الغير العضوية لاحظنا في السنوات الأخيرة أن زاد الكمية ديالها بواحد النسبة جد مهمة. هاد زيادة راجعة لتطبيق المخطط المغرب الأخضر، حين منظمة الأمم المتحدة تعتبر بأن معايير الأساسية للفلاحة المستدامة هي أنها أن الإنتاج الفلاحي خصو إعادة تدوير المخلفات ديالو. بالنسبة لنا في المملكة المغربية فحنا أدركنا بهذا المشكل وهذا التحدي الكبير، وجعل المغرب التنمية المستدامة مشروع اجتماعي جد مهم ونموذج تنموي. واتخذ عدة تدابير لتنظيم هذا القطاع. وحنا على المستوى الجهوي بحثت جهات الجهوية الفاعلة في هذا القطاع على حلول هيكلية، وذلك من خلال مشروع تثمين المخلفات الفلاحية البلاستيكية بجهة سوس ماسا. وهذا المشروع كتنجزه جمعية أغروتك في إطار واحد الاتفاقية اللي هي مبرمة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهذه الوزارة هي اللي كتمول هذا المشروع بدعم من ولاية جهة سوس ماسا ومجلس جهة سوس ماسا والمديرية الجهوية للفلاحة. وهذا المشروع قيمته تقريبا على مدى 3 سنوات،
نعم. المشروع فيه فيه عدة محاور للتدخل. من أبرزها كان تنظيم السلسلة الجوية. كما كتعرفوا بأن قبل التدخل ديال أغروتك ديال الجمعية في هذا الميدان فكان هذا القطاع غير مهيكل بصفة كاملة، من غير لحدنا بعض الشركات اللي كانت موجودة القطاع كان غير مهيكل، فالجمعية حاولت أنها تهيكله بواحد النسبة اللي هي جد جد مهمة، وباقي مواصلين في هذا العمل. وكاين حاليا حنا في إطار إعداد واحد الدراسة اللي دراسة على السياق الممكنة باش ننشئوا واحد المنصة يعني إنزون أندستريال أو منطقة صناعية اللي نقدروا نجمعوا فيها هاد الفاعلين في هاد القطاع الفاعلين المهنيين. فكما كتعرفوا بأن الفاعلين المهنيين كتوفر واحد الوحدات اللي ما كتحترمش المعايير البيئية التي يجب ما تكون في هذه الوحدات. كاين أيضا المساهمة في تأهيل الوحدات المهيكلة. وهنا يعني علاقة بهذه المسألة هذه، فبغينا نعرفوا يعني مختلف الإشكالات البيئية وكيفية تثمين وتدبير المخلفات الفلاحية وتحويلها للثروة اللي كتساهم بالاقتصاد الوطني. الإشكالات البيئية فكما كنعرف بأن الفلاحة المستدامة كما ذكرت كتعتمد على التدبير المسؤول للمخلفات، يعني هذه المخلفات البلاستيكية يمكن تكون جد جد مضرة بالبيئة وبصحة الإنسان وبصحة الحيوان سواء برا أو بحرا. وهذه المخلفات البلاستيكية عندها واحد الآثار سلبية على البيئة كثيرة ومتعددة، وممكن نذكر منها بعض المخاطر الصحية وتلوية البيئة بسبب انبعاث الأدخنة وانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في حالة هذه المخلفات. وكان أيضا مخاطر إلى الحرائق في المناطق المجاورة لهذه المخلفات البلاستيكية. كاين أيضا تصريف المياه الملوثة، بعد ما كيغسلوا هذه المخلفات البلاستيكية يكون هناك إذا ما تمش المعالجة ديال هذه المياه كيتم تصريفها في منسوب المياه الجوفية، وبالتالي كيتحقق واحد الضرر مهم بالنسبة للبيئة. أيضا بغينا نعرفه كيف تمت يعني هيكلة القطاع الفائدة مختلف المنتجين الرئيسيين للمخلفات الزراعية في المنطقة، من كبار يعني المنتجين الزراعيين مختلف الفاعلين في القطاع وكذلك يعني للحفاظ على البيئة. الهيكلة يعني جاءت على مراحل، يعني من سنة 2013 وجمعية أغروتك خدامة على هذا القطاع. من سنة 2013 قمنا بواحد دراسة لتحديد كميات المخلفات الفلاحية العضوية والغير العضوية اللي كينتجها هذا القطاع. الدراسة درناها مع مؤسسة القطاع الفلاحي للمغرب للتنمية المستدامة، وهذه الدراسة ظهرت لنا بأن القطاع كينتج حوالي 3,300,000 طن من النفايات العضوية كل سنة، وحوالي 23,000 طن من المخلفات البلاستيكية، يعني تقريبا 52% من مجموع المخلفات على الصعيد الوطني تنتج على صعيد جهة شوش نسا. ودرنا تحيين ديال هاد الدراسة سنة 2019 بينت لنا بأن المخلفات الفلاحية البلاستيكية بجهة شوش نسا كتنهز 55,000 طن سنويا، يعني زادت بنسبة ديال 38%. هذه المخلفات البلاستيكية زادوا بنسبة 38% منذ سنة 2013 إلى سنة 2019. لمواجهة هذا الوضع جمعية أغروتيك قمنا بإنجاز واحد المشروع سنة 2017-2018، وكان الهدف من هذا المشروع هو تثمين هذه المخلفات البلاستيكية الفلاحية بشكل مستدام في جهة سلسة. أيضا بغينا نعرف شنو هي الأهمية للتدوير يعني المخلفات البلاستيكية وأيضا الفلاحية، وماذا إمكانية يعني الاستفادة من هالمنطقة؟ فبالإضافة للأهمية البيئية اللي ذكرتها لتدوير المخلفات الفلاحية، فالتدوير كيساهم في تطوير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري. وإحنا في الجمعية نعتبر بأن هذه المخلفات هما رهان، واحد رهان اقتصادي ورهان اجتماعي جد جد مهم، وخطوة مهمة في اتجاه الحفاظ على الموارد الطبيعية والموارد الطاقية وخلق فرص اقتصادية ومناصب شغل دائمة. فاللي يمكن لي نقوله بهذه المناسبة بأن القطاع كيشغل ما يزيد على 5,000 شخص، ورقم المعاملات السنوي لهذا القطاع كيتراوح بين 130 و160 مليون درهم في السنة، بالرغم من أننا كيتم واحد تثمين واحد النسبة جد جد ضئيلة في الجهة. قريبا 58% كيتم تدويره خارج جهة سلسلة، و 24% من هذه المخلفات كيتم طحنها البغواياج ديالها في الجهة.
12% فقط كنتجوا الغرانولي الحبيبات، وحنا كنطمحوا في على الصعيد الجهوي وفي جمعية أغروتك باننا نقدروا ان شاء الله نتمنوا ودار التدوير ديال النسبة المهمة من هاد المخلفات في الجهة، وبالتالي فرص ديال الشغل اللي قدرت تنشأ واللي تقدر تخلق هذه تكون مهمة، وهذه تكون المعاملات أيضا مهمة إن شاء الله. إذن في الختام يعني بغينا نعرفه كيفاش كتشوف جمعية التكنولوجيا الزراعية أغروتيك المخلفات الفلاحية، واش فعلا أصبحت يعني ثروة مهمة ومنتجة يعني للفلاح، يعني من اللي كيتم إعادة تدويرها واستثمارها يعني في الإطار الاقتصادي الدائري. بالنسبة لتثمين المخلفات الفلاحية وتدويرها، هو رهان كما كيك هو رهان بيئي واقتصادي مهم وخطوة مهمة للحفاظ على الموارد الطبيعية. بالتالي تطوير هاد فروع تثمين النفايات أو المخلفات هو مقوم استراتيجي لتحقيق الاقتصاد الدائري، وهو كيلزم علينا الاقتصاد الدائري. اللي كيقول الاقتصاد الدائري كيقول بأن خصنا نستخدموا المواد التي تم تدويرها، يعني هاد المخلفات تولات تصبح مواد أولية، وبالتالي حتى مواد أولية فاحنا كنحدو من يعني كنقصو من الفاتورة الطاقية وكنقصو من الواردات ديالنا من الخارج. فليلى أتاجر الإطار بجمعية التكنولوجيا الزراعية أغروتيك سوس مساء، غتبقي معنا لأن مازال غنتلاقاو معاك في فقرة نصيحة الأسبوع. روح الخضراء، أفكار ونصائح باش كل خطوات تحقق. وصلنا اللحظة مستمعينا لفقرة فكرة خضراء، حيث وقعت جهات المغرب على هامش مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ على 12 بروتوكول تفاهم مع تحالف يوندار جوج، اللي كيتعد أكبر شبكة للحكومات المحلية اللي كتروم تسريع عمل جهات الفائدة المناخ والحفاظ على حرارة كوكب الأرض دون درجتين. وأفاد بلاغ الجمعية جهات المغرب بأن هذه الاتفاقيات تهدف لتطوير إطار عمل مشترك من خلال تحديد الاحتياجات والفرص المتاحة لجهات الـ 12 في المجال المناخ، وفتح أفاق واعدة لتحقيق كل إمكانيات العمل المناخي في الجهات الفائدة الجهات، وذلك فضل تبادل المعارف والخبرات التقنية وفضاءات التعاون والتبادل ذات الصلة. ويشار إلى أن الشبكة العالمية لتحالف الحكومات المحلية كتضم 270 حكومة محلية كتمثل 1.75 مليار شخص موزعة على أمريكا الشمالية، أوروبا، أمريكا الجنوبية، إفريقيا وأيضا آسيا. وكتبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها 50% من الاقتصاد العالمي. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. الختام دائما مستمعينا كيكون فقرة نصيحة الأسبوع، ودائما معنا أتاجر ليلى اللي هي إطار بجمعية التكنولوجيا الزراعية أغروتيك سوس ماسا. إذن أستاذة ليلى في الختام بغينا من عندك نصيحة حول تدوير المخلفات الفلاحية. هذه تكون توصية أكثر منها نصيحة. تفضلي. فالمخلفات الفلاحية تشكل كما قلنا تشكل ثروة اقتصادية مهمة، سواء على الصعيد الجهوي ولا الصعيد الوطني، من خلال جميع المعطيات اللي سبق لنا التطرق لها. وكنظن بأنه من الواجب ديال جميع الفاعلين في القطاع، سواء الإدارات المهنية، سواء مهني القطاع أو المؤسسات المهنية أو المجالس المنتخبة أو المؤسسات ديال التمويل، من الواجب لهم الانخراط في تفعيل برامج تنموية ضامنة لتكمين هذه الثروة من خلال العمل على إنشاء هذه المنطقة الصناعية أو هذه المنصة اللي سبق تحدث عليها لتكمين المخلفات الفلاحية. فبالإضافة للأطار ديال هذه المنصة سواء البيئية والاجتماعية اللي هما إيجابيين، فهذه المنصة هذه توصل لنا واحد القيمة اقتصادية مضافة مهمة بالنسبة للجهة، وهذه تحقق رقم معاملات سنوي اللي كيمهز 300 مليون ديال الدرهم. وإن شاء الله إلى تخلقات هذه المنصة هذه تمكنوا إن شاء الله من خلق ما يناهز 10,000 منصب شغل دائم، بالإضافة لتحسين الظروف ديال العمل ديال هذه الوحدات. شكرا لك ليلى أتاجر لإطار بجمعية التكنولوجيا الزراعية أغروتيك سوس ماسا. إذن مستمعينا بهذا كنوصل نهاية هذا المجلة، مجلتكم الروح الخضراء، على أمل إن شاء الله أننا نتلقوا بكم الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.